مساء الخير وأهلا بحضراتكم في الوقفة الأخيرة النهاردة في هذا البث المباشر ليوم الخميس 17 ديسمبر 2013. هنبتدي هذه الوقفة الإخبارية بأن احنا نتعرف على تفاصيل أكثر في الحادث اللي كنا نقلناه حضراتكم على مدار اليوم، الحادث اللي قام فيه أحد العناصر الإرهابية في منطقة المرج بتفجير نفسه حال وصول قوات الشرطة والأمن الوطني لإلقاء القبض عليه. نتابع بيان وزارة الداخلية اللي بيلقيه المتحدث الإعلامي باسم الوزارة بخصوص هذا الحادث، ثم نستأنف هذه الجولة الإخبارية. بسم الله الرحمن الرحيم. تمكن قطاع الأمن الوطني من خلال متابعته للعناصر الإرهابية الهاربة من رصد المدعو سعيد الشحات محمد عبد الله أحد تلك العناصر والمتورط في حادث اقتحام نقطة شرطة النزهة الجديدة واستشهاد مساعد شرطة مصطفى ربيع محمد، يتخذ من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة المرج مأوى له. قامت قوات الشرطة فجر اليوم 19 الجاري باستهداف المذكور وحصاره، وما أن استشعر بالقوات قام بمحاولة الهروب مستغلا طبيعة المنطقة وتقارب أسطح المنازل. وبتضييق الخناق على الإرهابي المذكور واقتراب القوات منه، قام بتفجير حزام ناسف كان بحوزته، أسفر ذلك عن مصرعه وإصابة النقيب محمد هاشم من قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وعُسر بحوزة الإرهابي المذكور على طبنجة مساعد الشرطة الشهيد مصطفى ربيع محمد. كما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية من تحديد وضبط 4 أشخاص من المتورطين في واقعة قتل الشهيد المواطن محمد جمال الدين بدير عثمان سائق السيارة الأجرة، الذي توفى على أثر قيام مجموعة من أنصار تنظيم الإخوان المشاركة في إحدى التجمعات الإخوانية بمدينة المنصورة مساء الأثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري بإشعال النيران بسيارته الأجرة والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، وذلك حال مروره بسيارته واستخدام آلة التنبيه للسماح له بالمرور. وسيواصل رجال الشرطة طريقهم في مواجهة الإرهاب، يستمدون عزائمهم من مؤازرة الشعب المصري العظيم، يضربون بقوة وحسم على كل يد تعبث بأمن مصر وتحاول زعزعة استقرار الوطن. حمى الله مصر. ده كان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، وهناك تفاصيل وتطورات في البيان اللي ألقاه المتحدث باسم وزارة الداخلية، سواء إلقاء القبض على 4 من العناصر اللي قامت بذبح السائق في منطقة المنصورة منذ عدة أيام، أو تفاصيل أكثر عن التفجير بحزام ناسف اللي قام به أحد العناصر الإرهابية النهاردة في منطقة المرج، وأدى هذا التفجير إلى إصابة النقيب محمد هاشم أحد أعضاء الحملة الأمنية اللي كانت متوجهة لإلقاء القبض على هذا الإرهابي. عندنا لقاء حصري لبث مباشر، لقاء حصري لسي بي سي مع النقيب محمد هاشم يدلي بمعلومات أكثر عن تنفيذ هذه العملية الهامة. نتابع. منك يعني إيه اللي حصل؟ هو كان في معلومة من الجهاز الأمن الوطني عن وجود واحد من الجماعة التكفيرية اللي اغتالت الشهيد محمد مبروك، وكان قتل 2 أمناء شرطة من اسم النزهة. فبس كان نقطة تجمعنا في نقطة اسم عين شمس، كانت مجموعة ضباط حوالي 14 أو 16 ضابط، وتم التحرك من هناك من نقطة اسم عين شمس لمكان وجود الإرهابي. دخلنا البيت، وصلنا دخلنا الشقة بتاعته، لقينا زوجته وابنه وبنته، كان سايب وصيته، سايب رسالة كتب عليها رسالة إلى أمير المسلمين محمد مرسي، وكان كاتب ورقة بالحاجات اللي هيستخدمها في الاغتيالات، يعني أنابيب وبوتاجاز وحاجات زي كده. فالأمن الوطني وجهاز البحث الجنائي دخل فتش الشقة، كان مفيش كانش موجود في الشقة، بس كان في شباك اتصالة يقدر يوصله لسطح بيت جنب الشقة.
فنزلنا اتحركنا انا وثلاث ضباط، توجهنا للبيت ده، طلعنا العمارة، فواضح ان هو كان رصدنا من السطح. مجرد ما وصلنا فوق شفناه راقد ورا سور صغير فوق السطح، فتقدمت له وقلت له اثبت، فلقيته هيتحرك. ضربت طلقتين من طبنجة حلوان كان سريعها من الأمين الشرطة اللي قتله في اسم النزهة، فرديت بطلقة عليه. مجرد ما خد الطلقة فتح سترة حزام ناسف، فجر نفسه بعد أول طلقة وانفجر الأشلاء بتاعه واتوزعت لمسافات بعيدة في الشارع. بس هو الحمد لله، بس الشظايا بس جت في ايدي في وشي الحمد لله. لقاء حصري مع النقيب محمد هاشم، لقاء حصري خاص ببث مباشر مع النقيب محمد هاشم اللي كان شارك النهاردة في العمليات الأمنية اللي حصلت في منطقة المرج، وكانت تستهدف أحد العناصر الإرهابية اللي كان مختبئ في هذه المنطقة، وله التحقيقات ربطته بمقتل أحد رجال الشرطة والاعتداء على قسم النزهة الجديد. زي ما حضراتكم سمعتم، يعني ضابط الشرطة النقيب محمد هاشم حاول إن هو يلقي القبض على المتهم، حاول إن هو يطلب منه إنه يثبت مكانه ولا يغادر المكان، ولكن أطلق النار على رجال الشرطة، وبالتالي النقيب محمد هاشم بادلوا إطلاق النار، فما كان من المتهم إلا أنه فجر نفسه بحزام ناسف، وبالتالي كان هناك استعداد عنده أيضا لعملية إلقاء القبض عليه. عملية جديدة من العمليات، وزي ما حضراتكم تابعتم في البيان اللي ألقاه المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية، دي مش العملية الوحيدة النهاردة، يعني كان هناك كلام في البيان الصحفي، تصريحات في البيان الصحفي بتقول أنه أيضا تم إلقاء القبض على 4 من العناصر الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان. هذه العناصر تم إلقاء القبض عليها في محافظة الدقهلية، وهم متهمون بالاعتداء وذبح سائق الأجرة محمد جمال الدين بدير اللي كان تم قتله في أحدى المظاهرات اللي قام بها عناصر تنظيم الإخوان في منطقة أو في مدينة المنصورة منذ عدة أيام. زي ما حضراتكم شايفين العمليات الأمنية مستمرة، عمليات وزارة الداخلية والقوات المسلحة مستمرة في أكثر من منطقة، ولكن وجود تفجيرات بأحزمة ناسفة في منطقة القاهرة، وخصوصا ان هو بدل ما يسلم نفسه للشرطة او بدل ما الشرطة تقدر ان هي تلقي القبض عليه يفجر نفسه بحزام ناسف، ده يعتبر تصرف محتاجين ان احنا نفهمه اكتر. معانا على التليفون الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ أحمد بان. أستاذ أحمد برحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أستاذ أحمد، هل ده سلوك متبع من أعضاء الجماعات التكفيرية ان هم ينتحروا تفجيرا او باستخدام المتفجرات بدل ما يسلموا نفسهم للاجهزه الامنيه؟ الحقيقه في شهر 9 الماضي حذرنا من ان مصر اصبحت على اجنده تنظيم القاعده، وقلنا وقتها ان اجهزه الامن عليها ان تعيد رسم خارطه هذه المجموعات لكي تحسن التعامل معها، لان الجهد الامني كله انصرف الى مواجهه حركه الجماعه في الشارع وحركه المجموعات التكفيريه في سيناء، وغفلت ربما أجهزة الأمن عن إعادة رسم هذه الخارطة التي تبدو وأستطيع أن أسميها وأنا مطمئن أنها فسيفساء التكفير. بمعنى حضرتك أننا بصدد مجموعات صغيرة العدد جدا تنتمي إلى نفس الفكرة، وإن لم يكن بينها رباط تنظيمي واضح، لكنها تستلهم في النهاية أفكار جماعة القاعدة أو تنظيم القاعدة في الأساليب وفي التكتيكات. يعني جزء من التكتيكات دي هو التفجيرات اللي هي أو العمليات الانتحارية؟ نعم، هذا الحادث هو تطور لافت يجب أن تأخذه الأجهزة الأمنية في الاعتبار، أننا بصدد محاولات يائسة أو سلوك يائس من أفراد هذه الجماعات. هذه الجماعات تعرضت لضربات كبيرة في سيناء بفعل الجهود التي يقوم بها الجيش المصري، والذي أفلح في ضرب العديد من البؤر وضرب العمود الفقري لهذه المجموعات، ومن ثم هذه المجموعات بدأت يائسة، فبدأت تنتقل إلى من تفخيخ السيارات إلى تفخيخ
الأشخاص أو الأشخاص الانتحاريين، وهذا تطور نووي يجب أن تأخذه أجهزة الأمن في الاعتبار. طيب أستاذ أحمد، إن هو يفضل أن يفجر نفسه بدلا من أن يسقط في قبضة أجهزة الأمن، هل ده معناه إن هو سلوك وقائي بدل ما أروح في إيد أجهزة الأمن وبالتالي يقدروا يحصلوا مني على معلومات فأنا بدافع عن زملائي، ولا هو سلوك عقائدي من وجهة نظر إن أنا بفجر أعضاء في أجهزة الأمن معايا فأنا كده كسبان؟ لا، هو سلوك عقائدي، وأعتقد أن فكرة العمليات الانتحارية يجب أن تراجع في ضوء أن المسألة خرجت من إطار الحرب على الأعداء إلى الحرب على أبناء الوطن الواحد، وبالتالي هذه المسألة تحتاج إلى رد واضح وفتاوى واضحة من مؤسسة الأزهر والعلماء على اختلاف أطيافهم لمواجهة هذه الظاهرة التي تجعل بعض الأفراد نهبا لأفكار منحرفة لبعض المجموعات. هي الناس دي بتسمع للأزهر يا فندم؟ أعتقد أنه في كل الأحوال يجب أن تبقى هناك فتاوى تؤكد أن هذه الأعمال هي أعمال ضد الإسلام وضد الشريعة الإسلامية وضد كل يعني الأعراف والتقاليد، وبالتالي يجب على في كل الأحوال أن تبذل هيئات الدينية ومنها الأزهر جهدها في هذه المساحة، لأنك بتواجه فكر، فلا بد أن يكون هناك فكر حتى وإن كان فكر منحرف، يجب أن يكون هناك فكر وسطي حقيقي يطمئن له الناس. مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الأستاذ أحمد بان. يعني ده يعتبر تطور من وجهة نظر تفكير أعضاء الجماعات التكفيرية، ولكن كيف يمكن مقاومة هذا التطور على الناحية الأمنية؟ معنا على التليفون سيادة اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. يعني ده تطور من وجهة نظر أنه بدل ما يلقى القبض على العنصر بيفجر نفسه في رجال الشرطة، إزاي من الممكن تغيير التكتيكات لمقاومة هذه الخسائر؟ هو طبعا فكر التفجير ده مرتبط دايما بفكر التكفير. طالما العنصر اقتنع بان المجتمع كافر وان اللي قدامه ده كافر فبيحل ماله ودمه وعرضه، بينتقل بعد كده لانه هو يفجر نفسه في عمل انتحاري اعتقادا منه بان دي شهاده في سبيل الله وانه يعني هيبعث يوم القيامه في الجنه. الكلام ده طبعا يعني غالبية العلماء اجماع لان ده غير صحيح طبعا، وده كفر، لان الانتحار كفر وده نوع من الانتحار. لما انا بعتقد العناصر اللي هم بيختاروها تبقى عناصر اساسا غير سوية نفسيا. العنصر اللي يفجر نفسه قبل القبض عليه ده هم عارفين انه عنصر غير سوي نفسيا، فجر نفسه عشان خاطر هو عنده معلومات مش عايزينها اطلاقا تصل لاجهزه الامن. هو عارف كويس قوي ان لو ايد اجهزه الامن هتستفيد بالمعلومات اللي عنده، وسواء راضي او لم يرضى هيعترف باللي عنده، هيجر بقيه اعضاء التنظيم او الخليه اللي هو منتمي ليها. بس يا سياده اللواء، ده بيحط عبء اضافي على قوات الامن لان هم تمكنوا من الوصول اليه وعايزين يلقوا القبض عليه، فبيفاجئوا بتفجير لقنبله. بالتاكيد طبعا هو طالما هان عليه نفسه هيون عليه أي شيء، هيون عليه زي اللي دخلوا في الأبراج في نيويورك. ما هو ده نفس الفكرة، هي فكرة القاعدة. طب إيه الإجراءات اللي ممكن يتخذوها في الأجهزة الأمنية بحيث إن هم يتفادوا موقف زي ده؟ إحنا وجينا الكلام ده زمان خالص، الكلام ده مش جديد على الكلام ده، بس هو بيظهر ويختفي. وجينا الكلام ده من أيام جماعة التكفير والهجرة لما كانوا بيلغموا الشقق وفي 77 واجهناه اثناء تنظيم ومواجهه تنظيم الجهاد وتواجه مع القاعده. الكلام ده هو كله طبعا عايز مزيد من الحرص من اجهزه الامن، مزيد من التدريب على مستوى عالي. لازم نفترض دايما في كل تحركات اجهزه الامن، لازم تفترض دايما اسوء المواقف او تتعامل عليها وتتعامل بمنتهى الحرص والحساسيه مع اي عنصر مهما كان حجمه عند الاقتراب منه. وانا بقى يعني بستغل البرنامج المحترم بتاعكم. اتفضل يا فندم. حاليا على الهواء وبقول بناشد اولادنا واخواتنا في الجيش الامن اللي واقفين في الشوارع وواقفين في الاكمنه، يعني يبقوا اكثر حرصا من في عند التعامل مع اي عنصر مهما كان ظاهره طيب، يعني لان طالما وصلت مراحل دي فالعنصر بيهون عليه كل شيء وخلاص، هو يعني فلتر انه يفجر نفسه. فأجهزة الآن مطالبة بأن يعني مزيد من التدريب، مزيد من الحرص، مزيد من العناية، مزيد من الدقة وهكذا.
أشكرك شكرا جزيلا اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق. هنتعرف أيضا على وجهة نظر علم الاجتماع السياسي، ما الذي يدفع بأحد العناصر لأنه يفجر نفسه رغم أن دي مش عملية، دي محاولة لإلقاء القبض عليه؟ معنا أحد الباحثين في علم الاجتماع السياسي الكاتب دكتور عمار علي حسن. دكتور عمار برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. دكتور عمار حضرتك ليك خبرة كبيرة في علم الاجتماع السياسي، هل شفنا الموقف ده يتكرر في تاريخ مصر في الفترة السابقة؟ كثيرا كثيرا. أنا أتذكر أن بعض الاشتباكات كانت تدور بين عناصر من تنظيم الجماعة الإسلامية في التسعينات وبين قوات الأمن، بعضها بعض هذه الاشتباكات كان يستغرق ساعات، وبعضها كان يسقط فيه شهداء كثر من الشرطة. وفي النهاية وحوادث متكررة مثل ذلك، لكن انتهى الأمر بانكسار المتطرفين والمراجعات التي نعلمها جميعا. طيب دكتور عمار، الفكرة اللي بتكون في ذهن هذا الإرهابي أو هذا العنصر من ناحية أنا فجر نفسي دلوقتي في رجال الأمن، بيكون إيه الفلسفة اللي وراها يا فندم؟ ما هي دي اللي هي فلسفة أولا، هذا الشخص حسب ما قرأنا في الخبر لم يفجر نفسه، يعني هو وضع حول جسده حزاما ناسفا طبعا بالقطع، أراد أن يقوم بعملية انتحارية ضد قوات الشرطة أو ضد بعض المنشآت العامة أو ضد الأهداف التي حددها، لكن هذا الانفجار جاء أثناء الاشتباكات بينه وبين أجهزة الشرطة حين يعني سقطت أو قذفت رصاصة الحزام الناسف فانفجر وتحول إلى أشلاء. مفهوم. لكن في النهاية هي ثقافة الحزام الناسف من أين تأتي؟ هذه الثقافة تأتي نتيجة بعض التضليل الديني والفكري لدى هؤلاء وبعض الأفكار المغلوطة التي تصور له أن الإقدام على الانتحار هو عمل استشهادي سيترتب عليه دخول جنة الخلد، وهذا الأمر يستغرق جهدا نفسيا وإعدادا بدنيا وأيضا عقائديا من قبل أولئك الذين يجندون هذه العناصر للإقدام على مثل هذا التصرف بدعوى أنه عمل استشهادي من قبل مؤمنين ضد كافرين. حضرتك قصدك ان ده مش عنصر يعني سريع التدريب، لا ده عنصر بقاله فترة يتم إعداده وشحنه علشان يؤمن ويعتقد هذه المعتقدات ويقوم بتفجير نفسه في الآخر. طبيعي، كثير من الدراسات النفسية والاجتماعية والدينية التي والبلاغية أيضا حتى التي أعدت حول ظاهرة الانتحاريين في تاريخ الإنسانية، يعني ليست ظاهرة جديدة، لكن بعض الدراسات الغربية عن الاستشهاديين الفلسطينيين مثلا الذين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة ضد الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مكان وعملوا عمليات في إسرائيل. كثير من الدراسات يعني في الغرب حاولت أن تقيم هذه الظاهرة، ظاهرة الانتحار في العراق، في لبنان، في اليمن، في الصومال، أيضا في أفغانستان. هذا الشخص الذي يقدم على هذا الفعل لابد أن يكون قد استقر في يقينه تماما عبر عملية إعداد نفسي طويلة بأن العمل الذي سيقدم عليه هو عمل خالص لوجه الله ورسوله. طب دكتور عمار، يعني أحد النصائح اللي جت لنا وأحد الخبراء قال لنا أنه يجب على الأزهر أن يصدر فتاوى تقاوم مثل هذا الفكر، هل بالنسبة لهذه العناصر يفرق معاها كلام الأزهر ولا زي ما حضرتك بتقول كده يبدو ان هم يعني اغلقوا ودانهم الا عن مشايخ هذه الجماعة او هذه الدعوة؟ لا، هو لديه فكره الخاص ولديه تصوره وفتواه ولديه مشايخه ولا ينظر بالاعتبار على الاطلاق الى ما يقول الأزهر. وهذه العناصر في الغالب الاعم تكون عناصر ضحلة التفكير. يعني هناك فرق بين عمل بطولي يقام ضد قوات للاستعمار أو الاحتلال أو إثناء الحروب زي اللي عملوه بعض جنودنا في حرب 73 وبعض ضباطنا ضد العدو الإسرائيلي، البعض كان يضحي بنفسه في سبيل إنقاذ البقية زي ما حصل في المدافع التي كانت تدك السويس وكيف تم ذلك عبر عملية استشهادية. هناك فرق بين هذا الفكر وهذا التصور
الذي يقوم للدفاع عن الأرض والعرض والدين والوطن والإنسانية، ويعد من الأعمال النبيلة لأن التضحية بالنفس هي أغلى نوع من التضحية. مفهوم. وفين عمل خسيس جبان قائم على أفكار مغلوطة يتصور صاحبه أنه بيقدم على عمل خالص لوجه الله ورسوله، والله ورسوله براء من قتل الأنفس بهذه الطريقة، قتل النفس بلا حق. فهذه العناصر التي تقدم على هذا الفعل غالبا تكون ضحلة التفكير، سهلة الانقياد، مغرر بها إلى حد كبير، حتى يقدم الشخص منه على وضع حزام ناسف حول جسده من أجل إيذاء الآخرين أو الإضرار بالممتلكات العامة أو أي شيء في سبيل تحقيق أهداف عابرة يظن أنها يعني في النهاية ستحدث تراكم وتحدث تحول سياسي. ولو كان لدى هؤلاء ذرة من عقل لأدركوا بشكل جيد تجربة الجماعة الإسلامية في الثمانينات والتسعينات، وتجربة تنظيمات الجهاد التي انتهت بانكسار وانتهت بانحسار وانتهت بتراجع، ولا أثبت لهم الشعب المصري في ثورة يناير ويونيو أن الحنجرة أقوى من القنبلة، وأن الناس يمكن أن تسقط النظام وتسقط الظلم إن أرادت، ليس بعمل جبان انتحاري إرهابي تفجيري. بس مين اللي يسمع بقى يا دكتور عمار؟ بس مين اللي يسمع؟ أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي. طيب إذا كان هذه الأعمال غير مجدية، يبقى لماذا من البداية تتبع هذه العناصر التكفيرية مثل هذه الخطوات؟ معنا على التليفون الأستاذ نبيل نعيم، مسؤول جماعة الجهاد سابقا. أستاذ نبيل برحب بحضرتك. مرحبا يا أستاذ. أستاذ نبيل، إذا ممكن أن تفسر لنا يعني ما فائدة مثل هذه العمليات من وجهة نظر الطرف الآخر، من وجهة نظر المجرم؟ هو أولا بيبقى معظمهم بيبقى مجهز حزام ناسف علشان لا يقبض عليه ويعترف على باقي خلايا التنظيم، ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله بعدم الاعتراف على إخواني. هذه هي يعني ده أسلوب متبع عند مثل هذه الجماعات التكفيرية. ولكن هو قليل، يعني هو أساس العمليات بتبقى ضد أهداف هم بيعتبروها أهداف عدائية، ولكن أحيانا الواحد بيحزم نفسه على أساس إن هو لا يتم القبض عليه ويعترف على الآخرين، ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله. وأظن أن هذا الرجل الذي يدعى سعيد كان مجهز حزام ناسفا لهذا الغرض، ولكنه عدل عن الفكرة بالهروب والجري. طيب أستاذ نبيل، يعني هذا الفكر، فكر القاعدة أو فكر الجماعات التي تعتنق وجهة نظر القاعدة وتفجر نفسها في المنشآت أو في الأفراد، إلى أي حد في السنوات اللي فاتت تسلل هذا الفكر إلى المجتمع المصري؟ تقدير حضرتك قد إيه عدد هذه العناصر؟ الفكر ده موجود من زمان، من بقاله أكتر من 30 سنة، ولكن هو بدأ ينشط لما جماعة الإخوان دعمته بالمال وتحالف مع جماعة الإخوان وهو في الحكم، فازداد العدد وازدادت العدة. أما قبل ذلك فهذا الفكر موجود ومطبوع ومكتوب في مؤلفات تنظيم القاعدة، جواز العمل الاستشهادي كما يقولون أو الانتحاري. فالفكر موجود منذ أكثر من 30 سنة، ولكن لم يفعل إلا بعد تحالف القاعدة مع الإخوان في مصر ودعم القاعدة بالأموال الذي جعلها تستزيد من الرجال والعدة والعتاد. مفهوم أستاذ نبيل، وأشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ نبيل نعيم مسؤول جماعة الجهاد سابقا. اسمحوا لنا أن احنا نخرج إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نواصل فقراتنا في البث المباشر، خليكم معنا.